كسب بطولة أفريقيا أول مرة سنة كام؟ هي حاجة و80 إمتى؟ أنا مش يعني أنا مش فاكر بصراحة. عبد الحليم علي. آخر مرة الزمالك كسب كاس مصر 2000. أصل خلي بالك إحنا المواسم كلها دخلت تجاهل ده في سؤال، يعني إحنا لغاية النهاردة مش عارفين كاس مصر اللي كنا بنلعبه السنة اللي فاتت ده بتاع إيه أساساً. أعتقد يعني 18-19 في القرن العشرين، القرن اللي فات. 4 على حساب النادي الأهلي، جوهانسبرغ 1-0 أيمن منصور. هو في عهد في الألفية، يعني في الفترة اللي هي 2003 تقريبا أو 2000 مع فنجادة، 2004 موسم 2003-2004 هداف الزمالك الموسم اللي فات أشرف بن شرقي. كسب المصري الدور الأول 1-0. أنا فاكر اللي معلق معايا الماتش التاني اللي هو الماتش الدراماتيكي بتاع ضربات الجزاء وعواد وزيزو بتاع الماتش الأولاني. نسيب صراحة إمام عاشور. أكبر فوز الزمالك حققه الموسم اللي فات، أعتقد 4 بس في مين مش فاكر. بنك الأهلي. عبد الشافي. أقوى خط هجوم ولا أقوى خط دفاع؟ أقول لك استنى اتلخبطت لأنه واحد كان الأهلي واحد كان الزمالك. أقوى خط دفاع